هنبدأ أصحابي مع بعض بالمقادير. عندي 2 بيضة وحطيت عليهم بشر برتقالة أو بشر الليمونة، أوكي؟ والمفروض إن احنا نريد 1 معلقة مربى مشمش، بس أنا متوفر عندي مربى برتقال، فهضيف 1 معلقة مربى برتقال، وهضيف 1/2 كوب سكر. إن شاء الله المقادير بثبتها في صندوق الوصف بالجرام وبالكوب أهو، وبالعجان بالكف هنخلط حتى السكر يدوب تماما. لازم اهم حاجة ان السكر يدوب مع البيض، او بايدك هتشتغل بايدك مفيش مشكلة، ولكن حتى السكر يدوب. هنشغل العجان ونشوف الخطوة التانية مع بعض. هنا اصحابي هبدأ اشغل العجان حتى السكر يدوب تماما مع البيض، ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض. هنا اصحابي مثل ما انتم شايفين البيض اختلط تماما مع السكر. الحين هنضيف جوز الهند او اللي هو الكوكو اهو، وهضيف 1 معلقة كبيرة طحين ابيض، بسم الله. وهنضيف 1/2 معلقة صغيرة بيكنج باودر اهو، وهنخفق حتى تندمج. هنا اصحابي خلاص الكوكو نط او الكوكو او جوز الهند اندمج. هنبدأ نضيف السميد، سميد البسبوسة الناعم. ان شاء الله بثبت المقادير ونقلب. العجينة لازم تكون طرية بتلزق في الايد، يعني ما تكونش متماسكة، لان انتوا عارفين ان السميد هيتشرب، يعني هيتشرب. هنسيبها اهو، شايفين اصحابي؟ بسم الله العجينة اهي جمعت، وهنسيبها ترتاح بس 5 دقايق هنلاقيها السميد اتشرب السائل الزايد عندي، ونبدأ نشوف التسوية وطريقة التشكيل ان شاء الله. اهي مثل ما انتم شايفين اهو كده، هي خلاص جمعت معايا. هخليها بس 5 دقايق ترتاح ونبدأ نشكل ونسوي ان شاء الله. هنا اصحابي شايفين العجينة لازم تكون بتجمع، وفي نفس الوقت اهي تكون شوية يعني بتجمعيها اهي، وفي نفس الوقت تكون ستيكي شوية، يعني بتلزق في الايد. ده عوامل نجاح غريبة جوز الهند او السميدة والكوك. هنبدأ بقى نشوف التشكيل. هنا اصحابي العجينة، بس في حاجة بس انا اضفتها، 1/2 كوب زيت. التليفون فصل وانا بضيف الزيت مع البيض قبل ما اضيف جوز الهند، اضفت 1/2 كوب زيت. هناخد جزء من العجينة اهو مثل ما انتم شايفين، وهنسويها كرة. وهنكون مجهزين سكر باودر، يفضل ان انت تكوني شارياه تكوني شارية جاهز. المطحون في البيت هيبقى خشن شوية، او لازم تغربليه اكثر من مرة حتى يصير ناعم مثل النشا بالظبط اهو. بنحطها ونضغط عليها عشان تتشرب اكبر كمية سكر بودر بهذه الطريقة اهو. وهنجيب اصحابي صينية عليها ورقة زبدة وهنحطها، وهنسوي بس كده ضغطة في الوسط واكملهم ونشوفهم قبل ما ندخلها الفرن. اهو اصحابي بعد ما حطيناهم في السكر البودر، بنضغط بس كده ضغطة بايدينا في الوسط اهو كده اهو. وهندخله على فرن 160 او 150 من فوق، بس اول ما تبدأ تتشقق الغريبة يعني يحصل فيها فتحات هنسكر ونخليها نشعل البوتاجاز او الفرن من تحت، وهتاخد حوالي تقريبا الاجمالي فوق وتحت تقريبا حوالي من 10 ل 12 دقيقة، ونشوفكم لما تخرج ان شاء الله. هنا اصحابي الغريبة خلاص استوت، لازم نخليها في الصينية يعني حتى تبرد تماما، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. ورجعنا اصحابي مثل ما انتم شايفين الحلوى او الغريبة السميد والكوك مثل حبايبنا في المغرب بيقولوا. طبعا تحية لكل اهل المغرب، حبايبنا واهلنا واصحابنا واحلى فانز موجود في المغرب.
يا رب النهاردة أكون عملتها زي ما بتسووها، وخلونا نفتح واحدة مع بعض. أهي أصحابي مثل ما أنتوا شايفين، بسم الله، معلكة زي ما بيقول حبايبنا في المغرب. أهي شايفين، أهي طعمها رهيب، أهي ما شاء الله، أهو وصفة تحفة، وما شاء الله يعني كمية، بتدي كمية كبيرة واقتصادية جدا، بدون زبدة، بالزيت بس. يا رب النهاردة يكون الوصفة عجبتكم، وعملناها زي حبايبنا في أهل المغرب ما بيقولوا الغزالات ديالي. يعني تسوي غريبة، تحمر الوجه ديالك إن شاء الله. يا ريت ما تنسوناش باللايكات والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفات جاية كتير من مطبخ دهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اصحابي بالمقادير، عندي بيضة وهضيف عليها 2 معلقة كبيرة بودرة الكريم كراميل، اهو كريم كراميل بودر، 2 معلقة كبيرة. هضيف اصحابي 2 معلقة كبيرة سكر بودر، اهو، ورشة فانيلا، يعني حوالي معلقة صغيرة، ورشة ملح، اهو يعني حوالي ربع معلقة. لازم نسوي كل نضربهم حتى يختلط، اهو هنا اصحابي بعد ما خلطنا الكريم كراميل والبيضة والسكر، هنضيف 2 معلقة كبيرة نشا اللي هو الكورن فلاور، 2 معلقة كبيرة اهو، وهضيف 1/2 كوب زيت، وهنخفق بس نتأكد ان النشا كده دوبناه عشان ما يطرش علينا في كل مكان، وبعدين نشغل المضرب. هنا اصحابي خلاص الخليط كده اندمج، هنبدا بقى نجيب الطحين ونخلطه بايدينا. هنبدا اصحابي، انا معايا 1/2 معلقة صغيره بيكنج باودر، هضيفها على اول كوب طحين، اهو بسم الله، وهنصفي الطحين وهنشوف كميه الطحين اللي هتاخدها، لان حسب ما تلم معانا العجينه. هنبدا بكوب، بسم الله، هنضيف اصحابي حوالي، هبدأ بكوب الا ربع كمان، اهو ونجمع العجينة ونشوف، بسم الله. انا سويتها من قبل، مرة اخدت 2 كوب ومرة اخدت 2 كوب الا ربع، فطبعا كل مرة حسب نوعية الطحين بتختلف. هنا اصحابي هبدأ اخد العجينة وحسب حجم الكوكيز او السابليه اللي انتوا تحبوه، وهسويها كرات تقريبا كلها بنفس المقاس، ونرجع اهو مثل ما انتوا شايفين. يعني هي اخدت معايا 2 كوب الا ربع، يعني كوب وتلات ارباع طحين. تبدأي بكوب وكوب ونص، وتشوفي النص، ما تحطيش الكوب التاني كامل، تحطيه حسب نوعية العجين. هكورهم ونرجع. هنا صحبي بعد ما شكلنا الحلوة، هنجيب اي حاجة، يعني اي حاجة دائرية هنحطها في الطحين عشان نعمل بس تجويف في مكان الوردة، اهو كده هنضغط بس عشان نسوي تجويف، اهو هدخلهم على فرن 160 في الرف اللي في الوسط حتى يتحمروا وياخدوا لون حلو، ونشوفكم لما يخرجوا ان شاء الله. هنا اصحابي انا اخدت 2 معلقة مربى برتقال، وضفت عليهم 4 معالق سكر و2 معلقة عسل كلوكوز او كورن سيرب، وهخليهم حتى القوام يتقل، وبعدين هاخد جزء اضيف عليه عطر الفراولة وملون غذائي احمر، وهضيف على جزء تاني لون اخضر وعطر الفستق او عطر اللوز حسب المتوفر عندك.
هغليه حتى القوام يثقل ويكون تقيل يعني، ونشوف الخطوة التانية. هنا اصحابي الكوكيز او السابليه خلص وشايفين اخد لون تحفة. طبعا بقى هبدأ اعبي الفراغ، هذا الفراغ انا عملت باللون الاحمر والاخضر و الاصفر على طعم البرتقال اهو شايفين. هناخد جزء من هنعبي الفراغ بكل الالوان مثل ما انتم شايفين كده، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. هنا اصحابي بعد ما عبينا الفراغ هحطهم بقى في طبق التقديم، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. هنبدا اصحابي مع بعض بالمقادير. عندي هنا ثلاث بيضات، هنضيف عليهم كوب سكر وهخليهم يخفقوا يا اما بالمضرب الكهربائي او بالعجان حتى يدوب السكر مع البيض تماما، ونشوف الخطوه الثانيه مع بعض. هننزل اصحابي العجان اهو وهنخفق حتى يفتح اللون، ونرجع نشوف الخطوه الثانيه مع بعض. هنا اصحابي مثل ما انتم شايفين الخليط السكر مع الزيت مع البيض، هنضيف معلقه صغيره فانيلا، وهنضيف كوب نشا، وهنخلط الخليط. حتى يندمج النشا تماما، ونشوف الخطوه الثانيه مع بعض. هنا اصحابي خلاص الخليط اندمج اهو، النشا مع الزيت. هنضيف 3 كوب طحين، واحد وهنخلط. اهو اصحابي مثل ما انتم شايفين العجينه اختلطت اهي، العجينه بتبقى طريه، هي بتهيأ لكم ان هي سايله، لكن احنا بس هنسيبها 5 دقايق هنلاقيها كلها جمعت اهي. هي مش محتاجه طحين، ما تحطيش طحين تاني عشان ما تجفش منك وتنشف. هنلم العجينة في طبق اهو، هننزلها بالسباتولا، هجيب سباتولا وانزلها، ونشوف الخطوة التانية مع بعض. هنا بس اصحابي نسينا نضيف البيكنج باودر على الطحين، هنضيف معلقة كبيرة اللي هما 3 معالق صغيرين، دي معلقة صغيرة، فهضيف 3 وهخلط. هنا اصحابي هذا قوام العجينه شايفين اهو، بتبقى طريه خالص اهي. طيب التشكيل بقى تقدروا تعملوه كريات وتسووها يعني زي ما تحبوا، او تجيبوا القمع اللي هو بتاع الكريمه اهو، وهنسوي بهذه الطريقه بسم الله كده، وهنلف البسكوت منا كده اهو بهذه الطريقه يعني. وانتي هنسوي مع بعض واحد تاني اهو كده. ممكن ندهن القمع بالزيت عشان ما يعذبنيش اهو، وهنلف اهو بهذه الطريقه. هشكل الحلوة كلها بنفس الطريقة، ونرجع نشوفكم في طريقة التسوية. وهنا اصحابي اهو زي ما انتم شايفين شكلنا الحلوة، هدخلها على فرن متوسط الحرارة يعني 160-170 في الرف في الوسط حتى تستوي، ونرجع نشوفكم. هشكل بقى الباقيين واخبزهم كلهم واوريها لكم لما نخرج من الفرن ان شاء الله. هنا اصحابي الحلوة بعد ما خبزناها مثل ما انتم شايفين اهي تسويتها ممتازة،
طيب هنعمل ايه بقى عشان نزينها؟ هناخد اصحابي، هنحاول كل اتنين قد بعض في الطول، هناخدهم مع بعض. بسم الله. وهنحط اي جام مربى اهو، بهذه الطريقة، وهنلصق التانية فيها اهو. وهنجيب فرشاية كده، هذه خاصة بالأكل اهو، هنحاول في الجوانب بس كده عشان نلصق فيها جوز الهند او اي مكسرات، او ممكن تستخدموا شوكولاتة قابلة للدهن برضو اهو. بهذه الطريقة وهجيب جوز هند مبشور، يكون مبشور ناعم بهذه الطريقة اهي. هكملهم كلهم بنفس الطريقة ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. وهنا اصحابي بعد ما خلصت البسكوت هحطه بقى في اطباق التقديم ونرجع نشوفكم. هذا اللي ما لصقناهوش، وهذا الاثنين لصقناهم مع بعض، طبعا كل واحد حسب حريته وحسب المتوفر عنده يشتغل. هقدمهم ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. هنبدأ اصحابي، عندي نص كوب سكر ناعم، ولازم تنخليه كويس عشان ما يبقاش فيه اي حبيبات. هنضيف عليها بسم الله واحد بيضة اهو، وهنشغل العجان. طبعا تقدري تشتغلي بايدك عادي، بس انا عندي مشكله في ايدي مفكوكه فمش هقدر، يعني هو ما بياخدش، مش محتاجه عجان، حتى يختلط البيض مع السكر. لازم اصحابي نرفع الكف عشان في سكر اهو، عشان يدوب كله السكر مع البيض اهو. وينفع بقلب مضرب يدوي عادي برضو هيشتغل اهو. هنا اصحابي البيض اختلط مع السكر، هنحط نص كوب زيت، وان شاء الله المقادير بثبتها في صندوق الوصف اهو، نص كوب، وهنخلط. هنا اصحابي الخليط اختلط، هنضيف نص كوب نشا، نشا اللي هو الكورن فلاور او المايزينا، وهنجيب رشة فانيلا. هنضيف اصحابي الفانيلا اهو، وهنخلط الخليط. مثل ما انتم شايفين خليط النشا مع الطحين كله اندمج. هنبدأ نضيف خليط الطحين مع البيكنج باودر، كوب ونص طحين مع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونخلط. هنا اصحابي التليفون بس الجزء وانا بضيف الطحين ما صورش، فصل التليفون. انا اضفت الطحين وفي نفس المرحلة هذه مثل ما انتم شايفين اهو، ما بنعجنش زيادة، يعني خلاص هي العجينة كده اهي، هنسيبها بس ترتاح 10 دقايق. وانتي برضو لو بتعجني بايديكي باطراف الاصابع ما بنخليهاش تعجن زيادة، لا عشان ما تعملش عرق اوكي، عشان يبقى بسكوت هش او سابليه هش. هنخليها بس ترتاح 10 دقايق، هحطها في كيس بلاستيكي ونضيف. انا ضفت كوب ونص طحين مع معلقة صغيرة بيكنج باودر، والحين هحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح 10 دقايق، ونشوف الخطوة التانية مع بعض. طبعا مثل ما انتم شايفين حطيناها في كيس اهو،
لان العجينه شايفين قد ايه ما شاء الله طريه، لان عجينه الزيت غير عجينه الزبده. هنخليها ترتاح 10 دقائق في الثلاجه اهي، ونرجع نشوف التشكيل والتسويه ان شاء الله. هنا اصحابي بعد ما ريحنا العجينه 10 دقائق في الثلاجه، يفضل بعجينه الزيت ما تستخدميش كميه كبيره، يعني نقسم العجينه على قطعتين او ثلاثه عشان ما تتجفش منك. اهو هناخد جزء من العجينه، شايفين العجينه ما شاء الله، شايفين اهي ناعمه. وافضل حاجه نفرد عليها البسكوت عشان يدينا بسكوت ناعم، كيس بلاستيك اللي هو بنستخدمه في الثلاجه، فتحته وهنوضع. بسم الله اهو كده بهذه الطريقه، ونبدا من الوسط لبره عشان تديكي السمك يكون واحد اهو. بهذه الطريقه اهو اصحابي، الكيس بيساعدنا ان يكون البسكوت املس اهو. شايفين السمك اهو. هنبدأ نجيب القطعات منه. بسم الله هناخد واحدة وواحدة نفسها، وهنسوي التفريغة اللي في الوسط اهو بهذه الطريقة. لازم يكونوا الاثنين متساويين، واحدة كاملة وواحدة فيها الفراغ اهو. هجيب صينية عليها ورقة زبدة، واللي ما عندوش ورقة زبدة يقدر يرشها طحين. هنا اصحابي البسكوت اهو بعد ما شكلناه وحطيناه على الصينيه، هندخله فرن مسبق التسخين، يعني لازم تكون مسخناه من قبلها بربع ساعه ل 20 دقيقه في الرف اللي في الوسط على من 150 ل 160، ما تزيدش الحراره عن كده في الرف اللي في الوسط حتى يستوي، ونرجع نشوفكم لما يخرج من الفرن وانا اشكل الباقي ان شاء الله. هناخد اصحابي اللي هو الجزء المفتوح وهنرش عليه سكر باودر مثل ما بنشوفه في المحلات بالظبط اهو، غطيناها اهو. هذه المرحلة الاولى. وهناخد اصحابي حبة البسكوت وهنحط مربى فراولة. انا المربى دي انا عاملاها ان شاء الله بنزلها لكم، مصورها قريبا ان شاء الله بنزلها اهو. ما نحطش مربى كتير عشان ما تخرج لكيش من الاطراف، ونلصق عليها حبة البسكوت اهو. طيب عشان ناخد الجزء اللي هو الداخلي هذا، انا اخدت شوية مربى مثل ما انتم شايفينها، وحطيت عليها شوية سكر وربع معلقة نشا، وخليتهم غلوا على النار، وحطيت روح الفراولة عليها، زودت كمان النكهة والطعم. بس دي مش مربى فراولة، دي مربى برتقال برضو انا موجودة عندي، انا اللي عاملاها اوكي. هحطها في كيس حلواني ونشوف كيف هنكمل التزيين. اهو اصحابي حطينا المربى وهنعبي بيها الجزء اللي هو في الوسط اهو بهذا الشكل، نطرق عليها طرقة صارت اهي. هكمل كلهم بقى بالتزيين بنفس الطريقة، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. وهو اصحابي بعد ما زينت الصابلي، وصدقوني والله طعمه لذيذ، يعني هذه بواقي العجينة اهي. بسم الله شايفين مقرمش هش بيدوب تحفة ما شاء الله، يعني طعمه ألذ من الزبدة صراحة، وخفيف واقتصادي جدا، وتفرحي أسرتك بأقل الإمكانيات. خلوني بقى أحطهم في طبق التقديم ونرجع نشوفكم في التقديم إن شاء الله. أهو أصحابي جبنا سكين، بسم الله اهو شايفين
شايفين قد ايه السابليه هش وخفيف ومورق، شايفين تحفة 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 يعني غير طبيعي اهو، شايفين يعني دليل ان هو هش ان هو بيتكسر اهو مثل ما انتوا شايفين اهو، اريد ارويكم شايفين اهو، شايفين قد ايه هش والقطعة تحت اهي. يا رب يا اصحابي النهاردة تتبعوا كل المقادير وطريقة التحضير، لايكات وشير للفيديو. كان معكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.